هذا الفايل يا مستر اللي سلسلة دايمنشن، في له سكشن 1 اللي خلصناه أمس، وفي له سكشن 2 كمان نبدأ في اليوم إن شاء الله. سيكشن 2 امبليتيود وبيريود اند فريكوانسي. The maximum displacement from equilibrium is defined as amplitude or the vibration. أقصى إزاحة من موضع الاتزان بقول عليه amplitude، زي مثلا الموجة كده. ايوه ادي كريست وتروف، كريست وتروف. ده كده الإكوليبريم، موقع الاتزان. الإزاحة من موقع كل دي، الإزاحة من موقع الاتزان سواء للأعلى أو للأسفل اسمها amplitude. أوكي، اسمها إيه؟ amplitude. دي كل حلو، دي اسمها amplitude. يعني أبل دول الحركة هذه اسمها امتيتيود، الحركة اللي تسويها الموجة. المسافة دي، المسافة تمام، دي يعني المسافة ما من بين هنا لين النص ومن النص لين البداية. نص، مش النص، المسافة من موقع الاتزان للقمة، تمام، أو من موقع الاتزان للقاع. كل اوكي الإزاحة دي بنقول عليها amplitude. تمام، A pendulum amplitude can be measured by the angle between the pendulum's equilibrium position and its maximum displacement. نفس القصة بالنسبة للبندوليوم، تمام. الامبليتيود بتاعه بقيسه بالانجل ما بين البندوليوم ايكوليبريم بوزيشن اند اتس ماكسيمم ديسبليسمنت. كده مثلا البندوليوم نفس الطريقه، ادي كده موقع الاتزان، كل ديت لحد اقصى ازاحه راحه للناحيه ديت، ده امبليتيود، او راحه للناحيه الثانيه برضو كل ديت امبليتيود. الحته دي امبليتيود والحته دي امبليتيود، وده موقع الاتزان بالنسبه للبندوليوم. يعني for a mass spring system, the amplitude is the maximum amount of the spring is stretched or compressed from its equilibrium position. تمام، نفس القصة بالنسبة للسبرينج اللي احنا خدناه امبارح اللي هو الزنبورك، يعني هو أقصى تمام، أقصى إزاحة ممكن السبرينج أشده فيها أو أضغطه. ده برضو عن يعني مثلا ده السبرينج كده في موضع الاتزان كده، هو واقف من غير ما اعمل فيه حاجه. لو انا شديته من هنا وشديته من هنا، الازاحه دي لاعلى او الازاحه دي لاسفل اسمها امبليتيود. او ادي السبرينج لو انا ضغطته تمام عن موقع الاتزان اهو كده وكده، يبقى برضو ديت اسمها امبليتيود. يعني لما تضغطهم مع بعض، يعني مو كل واحد لحاله، هي لما تضغط تضغط من من ناحيه، فوق ومن تحت. ايوه، المسافة اللي اتحركت من فوق او من تحت كلها اسمها امبليتيود. اوكي، تمام. ده اس اي يونتس، سيستم انترناشونال يونت اوف امبليتيود، بسميها الراديان. اوكي، او الميتر. لو هو في دايرة وفي انجل بقول عليه راديان، لو هو في خط مستقيم بقول عليه ميتر. دول تمام. الوحدتين بتاعه. نيجي بعد كده للبيريود. البيريود برمز لها بالرمز تي كابيتال. It's the time that it takes a complete cycle to occur. الوقت اللازم لأن أنا بعمل سايكل كاملة. يعني مثلا الرسمة اللي أنا رسمتها لك دي كده، ايوه السايكل عبارة عن قمة وقاع، يعني من هنا لهنا كده سايكل. الوقت اللي بياخده السايكل دي هي اسمها البيريود، الفترة، اوكي ودي بتقاس بالسكند اللي هي الثانية. ماشي،
يعني احنا عندنا في هذا الخط يمسر 2 periods، صح؟ اي تو بيريودز. لو انا جيت هنا كده ايوه تو بيريودز اوكي تايم. ده بالنسبه للبيريود. بالنسبه للفريكوانسي it's the number of cycles or vibration per unit of time. يعني لو انا عندي مثلا ديت الموجة كلها والسايكل بقى كده تمام، نشوف فين عمل كام سايكل، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة تمام ماشي، يبقى عدد السايكلز تمام في وحدة الزمن هي الفريكوانسي التردد، برمز له بالرمز اف. يعني هنا ده لو الزمن ده مثلا 2 ثانية تمام، هو او زمن ده مثلا 6 ثواني، يبقى هنا نعم. عمل 3 سايكل في 6 ثواني، يعني بمعدل سايكل كل ايه كل ثانيتين وهكذا. اوكي، يعني السايكل هي جمع البيريودز. ايه هنا عدد لا الفريكوانسي هنا عدد السايكل في وحدة الزمن. طبعا هيجي عليه أسئلة وهنحلها تمام. تمام. وحدته هيرتز. الواحد يعني اقول مثلا الفريكوانسي يساوي مثلا 10 هيرتز مثلا ايه اوكي 20 هيرتز وهكذا. اول هيرتز طبعا بتساوي ثانية بس ماينس 1. ليه؟ لان الفريكوانسي بيساوي 1 على التي تمام، يبقى هيساوي 1 على الثانية، الثانية تطلع فوق بأس سالب بباور سالب، يبقى برضو ثانية ماينس 1 هي نفسها الهيرتز. ده قانون. وبرضو التي بتساوي 1 على الفريكوانسي، يعني الاتنين بيساوي مقلوب بعض، البيريود بيساوي مقلوب الفريكوانسي والفريكوانسي بيساوي مقلوب البيريود. اوكي، أليس اللي هي السكندز ولا الاف الاس الاف بتقول الاس ان هذه؟ ايه بس السكند ده اوكي هنا طبعا كاتب العلاقة ما بينهم اهو ان الاثنين بيساوي مقاليب بعض. الاف بتساوي مقلوب التي reciprocal of t والتي بتساوي reciprocal of f. thus anytime you have a value of a period or frequency you can calculate the other value. يعني لو عندك واحدة منهم مثلا مديلك الفريكوانسي اقدر اجيب البيريود بالعلاقة دي. جميل. تمام measure of simple harmonic motion. harmonic motion اللي احنا خدناه امس تمام، ايوه قلنا طبعا ده الاتزان ماشي، وده الانحراف عن الاتزان، دي الانجل اهي زي ما قلنا امس. maximum displacement الامبليتيود اهو اللي قلنا يعني اقصى maximum ازاحة، acceleration. اقصى ازاحة من موضع الاتزان، ده تعريف الامبليتيود زي ما قلنا اللي هو ده أقصى إزاحة من موضع الاتزان طبعا. اوكي وقلنا وحدته هناك يا إما راديان يا إما متر. اوكي البيريود the time that it takes to complete a full cycle. طبعا هنا بالنسبة للبندوليوم مش زي الموجة، البندوليوم complete cycle يعني يروح كده الناحية دي ويرجع الناحية دي كده complete cycle، حتى هو بيعد كل لما يروح هنا ويرجع هنا يعد واحد ثانية، هنا ويرجع هنا يعد واحد ثانية وهكذا. يبقى دي الكومبليت سايكل بتاعت مين؟ بتاعت البندوليوم. فهنا البيريود هو الوقت اللازم لإتمام سايكل كاملة، يعني راح يمين ويسار
يبقى دي سايكل كامله. اوكي وطبعا اليونت بتاعته زي ما احنا عارفين اللي هي السكند. نيجي للفريكوانسي بالنسبه للبندوليا اللي هو عدد السايكل في وحده الزمن. زي ما قلنا يعني مثلا لو انا عندي الزمن مثلا 10 ثواني، اشوف كعمل كام سايكل في ال10 ثواني دول، يبقى ده الفريكوانسي. طبعا زي ما قلنا اليونت بتاعته اللي هي هرتز. اللي هي الهيرتز. اوكي اوكي تمام. طيب نيجي بعد كده بيريود اوف سيمبل بندوليوم، هنحسب البيريود للسيمبل بندوليوم بالعلاقه دي. ذا بيريود اوف سيمبل بندوليوم ديبندس اون ذا لينث، بتعتمد على الطول اند ذا فري فول اكسلريشن. تمام، يعني دي العلاقه اهي. العلاقه لو انا عايز اجيب التي البيريود اللي موجوده في البندوليوم هتساوي 2 باي اوكي ايوه في سكوير روت ال اللي هي اللينث طبعا، والاي جي اللي هي معروفه اللي هي الاكسلريشن. اوكي اوكي يبقى هنا the period does not depend on the mass. انت شايف في العلاقة ديت mass، لا يبقى ما تعتمد على الماس of the pop or the amplitude for small angles. ملناش دعوة، يعني عندي الطول وعندي length وعندي الفري فول acceleration اللي هو الاي جي. طيب بيريود ده اللي فات ده للبندوليوم اوكي، ده لل سبرينج السبرينج ماس سبرينج. اوكي ده بيريود اوف ان ايديال ماس سبرينج اللي هو الزنبرك اللي احنا قلنا ده، ايوه بيعتمد على الماس والسبرينج كونستانت اللي احنا خدناه امس اللي هو الكي، خدناه في الو هوبس لو. تي هتساوي 2 باي ماس على السبرينج كونستانت. البيريود هتساوي 2 باي ماس على السبرينج كونستانت. ده بالنسبة للسبرينج للماس سبرينج سيستم. هنا بقى البيريود طبعا ما زالت ما بتعتمدش على الامبليتيود زيها زي اللي هنا. The equation applies only for systems in which the spring obeys Hooke's law. يعني المعادلة دي يمكن تطبيقها فقط على السبرينج اللي بيذبح هوكس لو اللي هو ايه؟ اللي هو قابل للاستطالة، قابل للاستطالة. يعني يعمل اكس، يعني عنده ايه؟ الاستيسيتي. عنده ايه؟ بس الاستيسيتي. ماني تمام؟ فاهم يعني يعني مثلا لو انا جبت حتة حديدة مثلا اوكي، هل حته الحديده ديت لو انا شديتها تستطيل؟ لو انا وقفت تستطيل يعني عليها تتمدد ولا ايش ماني فاهم. هي بتتمدد، ده استطاله معناها التمدد. اوكي لا ولا طيب يبقى هنا مش تبع هوكس لو، لكن لو انا جبت زنبورك مثلا ماده قابله، ماده مرنه قابله انها تتمدد او تنكمش، يبقى دي تطبق عليها القانون ده لانها ايه؟ بتتبع ايه؟ قانون هوكس قانون هوكس.
اوكي، ده اللي هو عايز يقوله هنا يعني. تمام. طب خلاص أرسل لك الـ questions، الحين أسألك الـ dimension. نحل المالتيبل تشويس والأسئلة اللي في الأخير كالعادة إن شاء الله. حل انت. طيب، For a system in simple harmonic motion, which of the following is the time required to complete a cycle of motion as a period؟ صح؟ صح. Okay. For a mass hanging from a spring, the maximum displacement the spring is stretched or compressed from its equilibrium position is the system's amplitude. Amplitude. تمام. For a system in simple harmonic motion, which of the following is the number of cycles or vibration per unit of time? Frequency. Yes. How are frequency and period related in simple harmonic motion? طيب both measure the number of لا the directly the sum is constant their inverse frequency they're inversely related. Yes. اوكي خلاص نحل الأسئلة اللي في الأخير الحين حلو. اللي تحت آخر صفحات. هي فين ديت؟ لا تكون صورة يعني مو من الفورمز. أيوه هنا. طيب A spring of spring constant 30 نيوتن على المتر is attached to different masses. هذا ال constant. اوكي هذا ال K. K equal 30 is attached to different masses and the system is set in motion. Find the period and frequency vibration of masses of if the mass of the object is 2.3. اوكي اي رول هنا نستخدم يا مستر؟ نستخدم اللي هو تي ايكوال 2 باي راديكال ام اوفر كي. شور. طيب التي ما هي given تي equals 2 باي راديكال الام اضربها في 1000 صح كيلو جرام راح تصير 2300 عشان هي كيلو جرام ولا اخليها زي ما هي زي ما هي. ليه يا مستر مو كيلو جرام الستاندر يونت ايه بتاعت المان؟ السيستم انترناشونال يونت بتاعت الماس ايه؟ كيلو جرام. هي اوكي هي الطول بسنتيمتر علشان تبقى الماس بالجرام. اوكي تمام اوفر اوفر كي اوفر 30 كم تطلع معايا مستر تعرف الاستاذ وعدني ان شاء الله اذا جبت في المارك في الفاينل اكزام راح يحط لي 100 عشان انا ناقص تقريبا شوية كذا في الميد تيرم. ناقص في المتر. ايوه ناقص بس درجة ونص تقريبا. طيب ممتاز، ذاكر بقى، انت مستواك كويس يعني. الحمد لله. بس مثلا انت ليه زعلان شوية كذا احسك؟ ايه ليه احسك زعلان شوية؟
نعم الزعلان. انت عرفتني ازاي؟ انا ما درستلكش الا يومين، عرفت ازاي ان انا زعلان؟ ما ادري والله كذا احسك يعني انت متحمس. ليه انت مش فاهم؟ لا انا فاهم الحمد لله، لكن كذا احسك بس انا اللي يهمني ان انت فاهم، بس اللي الحمد انا لله بشرحه تمام. صح كذا الإجابة مستر؟ ايه مظبوط، الله ينور عليك، تمام حياك كده. إن شاء الله. يونيتس بس. طيب التي راح يكون بالسكند والفريكونسي راح يكون اتش زد. مظبوط. خليني أتأكد بس منه. خلاص تمام الأستاذ، حلينا نفس الطريقة. طيب you are designing a pendulum clock to have a period of one second t equal 1. How long should the pendulum be? وال f equal 1 برضه. ما فهمت مستر صراحة، ايش هو طالب السؤال؟ How long should the pendulum هو ال period have a period 1 second ايوه تمام. طيب يعني ايه؟ يعني بيعمل cycle كل 1 second تمام. ايوه How long should the pendulum how long should the pendulum be صحيح وعايزين يعني هو organized، هو زي البندوليوم العادي، هو فعلا بيعمل سايكل كل واحد ثانية. طب how long يعني 1 hour، يمكن 1 يبقى hour الامتيتيود، ايه؟ يمكن يبقى الامتيتيود انه كم طول البندول. وممكن يطولوا الهاند، والقانون بتاعه ايه؟ تي بتساوي 2 باي راديكال ام اوفر كي ولا ال اوفر جي في هذه الحالة؟ هو عايز اللينس هنا مش عايز اللمبة. يعني ال على جي. طيب حلو، انا حكتب 1 equals 2 باي راديكال ال على 9.8 صح؟ طيب اعمل هات باور تول الطرفين. احط كالكوليتر يعني قصدك سولف فور ال ولا في رول جديد؟ أو حطها بالكالكوليتر، طالما عندك بالكالكوليتر خلاص حطها، يطلع ال على طول ما في مشكلة. ال equal 0.24. ايش ال هذا حقها اليونت؟ هاي مستر ايه؟ ايش اليونت حق ال؟ متر، متر، اي لينث بالمتر. اوكي يلا اللي بعده. ايه دي؟ find the mass needed to be، يلا. اوكي عند ما تس بي 20 نيوتن، هذا الكي كي ايكوال 20 in order to make one vibration a second، يعني التي ايكوالز 1 يبغى الام. فعندي القانون يقول لي اللي هو 1 ايكوالز 2 باي لا راديكال. تي ايكوال 1، ايوه حطيت هي 1 ممكن equal تيجي 1، 2 باي. هي ممكن تيجي 1 بس هو مش قصده هنا، هي فعلا 1 ولكن هو مش قصده هنا في المسألة ان تي 1 الاف ب 1.
تمام. الفورس. فورس مين يا عم؟ الفريكوانسي. الفريكوانسي ليه؟ لان قال لك الفريكوانسي نمبر اوف فايبريشن في اليونت تايم، اوكي. نمبر اوف سايكلز. فطبعا التي هي برضو 1 لان 1 اوفر 1 ب 1. اي اوكي، اف ايكوالز 1، تي ايكوالز 1 اوفر 1. حلو، معلومة حلوة مستر. عندك ام اوفر كي، الكي اللي هي 20. طيب 1 ايكوالز 2 باي راديكال اكس على 20، ام ايكوال 0.5 كي جي. صح يا مستر؟ اكيد مظبوط. ليش؟ الأستاذ مدري ايش سوى فيه. دقيقة، هو ما كملها حتى. انت حلك صح. عشان انا اتوتر منه، لانه هو دائما يقعد يعني في كذا يحط لك تريك في السؤال ولا احد انتبه له. ايه خلاص، تمام. يلا مثلا نخش في 11.3. يلا اعمل منش. يلا هنا wave motion. ال wave is the motion of a disturbance، يعني حركة اهتزازية، تمام، أو خلل في الوسط بينتج عنه حركة. زي مثلا لما تيجي تتكلم أنت بتعمل خلل في جزيئات الصوت، في جزيئات الصوت بيعمل خلل في ال air particles، فبيعمل wave شكل تموج. A medium is a physical environment through which a disturbance can travel. طبعا الميديوم اللي هو الوسط، تمام، الوسط عبارة عن حركة، تمام، بينتقل فيها الايه، الديستربنس او الخلل او الاهتزاز. For example, water is the medium for ripple waves in a pond. تمام، يعني سمعني، اي سامعك هسه. يعني مثلا المية، ايوه تمام، مثلا لو انت جيت مثلا لمست المية بصباعك، تمام، حلو، ماشي، هتعمل disturbance في المية، تمام. الديستربنس ده بينتقل خلال المية، يبقى المية ديت هي الميديوم. احنا بنشوفها في المية ولكن ما بنشوفهاش في الهواء. لما تيجي مثلا شخصين، واحد اهو والتاني هنا، ده بيتكلم، تمام، فلما بيجي بيتكلم بيعمل ديستربنس في الهواء، فالهواء هو اللي بينقل الفايبريشن، الساوند فايبريشن، لحد ما توصل للشخص ده، تدخل على طبلة الأذن، تمام، تعمل اهتزاز في طبلة الأذن، فأنت مخك بيترجمه لصوت. نفس القصة كده، تمام. يعني انت لما تحط اصبعك يصير في خلل في المايه، ما تروح يمين يسار يمين يسار زي كذا. نعم، بيصير خلل في المية حتى بتنتشر على شكل موجات كده، تمام. والخلل ده هو اللي بينتقل خلال، أو اللي بينقله مين؟ الوسط اللي هو المية، الميديوم. الميديم اللي هو زي الكونتينر اللي نسوي فيه اكسبيرمنت، صح؟
لا مش الكونتينر، المية نفسها، مش اوكي الوعاء، المية اللي اوكي جوه الوعاء. Waves that require a medium through which to travel are called mechanical waves. يعني أي موجة بتحتاج وسط علشان تنتقل فيه يبقى أسمي الموجة دي ميكانيكال ويبس. أوكي؟ طيب زي ال مثلا الساوند ويبس، اوكي موجات الصوت بتحتاج هواء تنتقل فيه. ولكن الصوت ده علشان هو ميكانيكال ويف ما ينفعش ينتقل في الفضاء، علشان كده علماء الفضاء ما يسمعوا بعض ولكن يروا بعض. ليه؟ لأن الصوت ميكانيكال ويف تحتاج مادة أو وسط تنتقل فيه، والفراغ ما في مادة من اسمه حتى فراغ، فبالتالي الصوت لا يستطيع أن هو ينتقل. ماشي؟ يبقى هنا الصوت كمثال على الميكانيكال ويف. ليه؟ لأنه محتاج وسط ينتقل فيه. It need a medium to travel through it. Water waves and the sound waves are mechanical waves. وطبعا المية نفس القصة. حلو. Electromagnetic waves، تمام، دي ما بتحتاجش ميديوم. اوكي، زي الضوء، الضوء بينتقل في الفراغ، such as visible light، الضوء المرئي، don't require a medium، ما بيحتاجش وسط. علشان كده زي ما قلت لك علماء الفضاء بيشوفوا بعض لان الضوء بينتقل خلال الفضاء ولكن لا يسمعوا بعض، cannot hear each other. اوكي، اوكي يبقى انا عندي دول ايه التو تايبس اوف ايه of waves، اوكي mechanical و electromagnetic waves. جميل. A wave that consists of a single traveling pulse is called pulse wave. الموجة، تمام، اللي بتتكون من نبضة واحدة، يعني شكل واحد، تين 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 كده، يعني بقول عليها ايه، بالس ألف ويف، زي انا بطل القلب. اوكي، أم whenever the source of waves motion is a periodic motion، تمام، يعني مصدر الويف is a periodic motion such as the motion of your hand moving up and down repeatedly. اوكي، this is periodic wave، يعني لو حركت إيدك فوق وأعلى بشكل أيوه متكرر وفي أزمنة متساوية، أنت أيوه بتعمل بيريودك، تمام؟ يعني بتقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. أي حاجة تعمل موشن إن باي إيكوال ديستانس إن إيكوال تايمز، بقول عليها دي اسمها بيريودك موشن أو بيريودك ويف. طب ايش الفرق بين البلس والبريوديك؟ البالس ديت حاجة واحدة، يعني هنا كده بالس، لكن البريودك كده فوق تحت فوق تحت فوق تحت، حاجتين، لكن البالس هو شكل واحد بس. تمام، اوكي A wave whose source vibrate with simple harmonic motion is called sine wave. تمام، يعني بجيبها بالساين. Thus, a sine wave is a special case of a periodic wave in which the periodic motion is simple harmonic motion. تمام؟ عشان أحول، عشان أقول إن ال periodic motion هي simple harmonic motion، تمام؟ هاخد الساين wave، لأنها دايماً بتنتشر في الاكس اكسس كده، موازيه بالشكل ده على طول الاكس اكسس، فانا بقول ان اسمها ايه، ساين ويف. تمام، طب الحين هذه الويف هذا صار شكله زي البريوديك، انهي ويف؟ الساين ويف صار شكله زي البريوديك. ايوه، ما هو ده اللي بيخلي ايه، اللي بيخلي البريودك نوع من السيمبل هارمونيك موشن. اوكي، لما ناخد الساين الويف، ساين البريودك ويف، يبقى هي نفسها الهارمونيك موشن، ساين
ساين البيريوديك ويف هي نفسها الهارمونيك ايه؟ هارمونيك موشن. اوكي ريليشن شيب بتوين اس سيمبل هارمونيك موشن اند ويف موشن، العلاقة ما بينهم. تمام، هنا لو انا جبت هنا ايه، عندي اربع اشكال. اوكي، as the sine wave created by the vibrating plate travel to the right، عندي حبل وبعدين هزيت الحبل من هنا. ايوه تمام، فهتبدا تنتقل الويف، هتبدا تنتقل في الحبل ناحيه ايه؟ الرايت، اهي ايوه تمشي كده عشان كده الحبل بيتموج. اوكي، ترافل تو ذا رايت، اساين ا سنجل بوينت اون ذا سترينج فايبريت اب اند داون ويز سمبل هارمونيك موشن. يعني دي كل ايوه نقطه، كل نقطه على الحبل ده، تمام، بتهتز اعلى واسفل، تمام، بحيث انها تطلع، قد ما تطلع اعلى قد ما تنزل اسفل في ازمنه متساويه، فعلشان كده بقول عليها سيمبل هارمونيك موشن. اهو النقطه دي كده، تمام، وبعدين هنا كده، تمام، وبعدين كده.